Qu'est-ce que tu as été? Pas de bonnes émotions? Un beau souvenir qui brille bien? J'avoue que ça fait un peu. On a la chance de pouvoir faire la compétition dans un musée à ciel ouvert, nous, dans le théâtre. Donc, les images vont être magnifiques.
King. Thank you.
كان نهاية حفل الافتتاح الخاص بالحدث العالمي البارا أولمبيا باريس 24. الوفد الجزائري دخل باللباس التقليدي ما ترك انطباعا حسنا وسط الجماهير الحاضرة والجالية الجزائرية هنا في فرنسا، في انتظار التأكيد على ما يحققونه فوق أرضية الميدان والبحث عن النتائج والميداليات بمختلف ألوانها الذهبية الفضية والبرونزية وفي مختلف الاختصاصات. من قلب العاصمة الفرنسية باريس، مبعوث قناة زيرتوب سامير بادي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.